كان مولانا الحجازي في آية متشابهة سيد الحجازي مصطفى، شنو هي الآية اللي قلت عنها مساء؟ أبو مصطفى يقول في آية نزلت في معنيين وهي يعني عباراتها مختلفة، ما هي أبو مصطفى؟ لا تغص. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هو الفرق أيها الدسوقي؟ يا سيدي تفضل. التبديل هو تغيير في ذات الشيء. الله. اسم التحويل أو التغيير هو الإحالة إلى شيء آخر. وضح كلامك سيدي. يعني مثلا إيت القرآن الغير هذا أو بدله. الله. كلمة غير غير كلمة بدله، لأن بدله إصلاح ما فيه، بمعنى إن هم عايزين الحاجات اللي بتسب آلهتهم ما تقولهاش. تخليك معايا. يعني إحنا عايزين كل شيء فيه إلا ما يتصل بسب آلهتنا. كويس. من هنا أنت لما تيجي مثلا تقول أنت اشتريت جلباب من أي محل، طلع واسع أو طويل، فأنت بتطلب من الخياط إنه يعدله على ما هو عليه. اما اذا ما عجبك رميته وجبت واحد تاني بدا تغيير. كويس. ولذلك سيدنا موسى قال لهم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. فالاستبدال ان هم خدوا الغذاء بس ليس الذي الاخر اللي هم كانوا فيه. اراد التدريب والسلوى بالثوم والعدس والبصل والبقر. وصيغه استبدل ياتي فيها الباء مع المتروك، زي باع بخلاء. وكذلك كلمة اشترى، أولئك الذين اشتروا الضلالة، يبقى الباء دخلت على مين؟ على المتروك اللي هو الهدى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يبقى هم تركوا مين؟ الخير. لكن صيغ الباء تدخل الباء على المأخوذ، زي وشروه بثمن بخس ضرمة، يبقى هم خدوا الايه؟ الثمن، مش كده؟ يبقى دخلت الباء على مين؟ على المأخوذ، وما دخلتش على المتروك. هذا الفرق بين باع واشترى واستبدل. فهنا أتيت بقرآن غير هذا أو بدل، يعني غير كلام من أوله لآخره، من ألف لام ميم إلى آخر القرآن، هات قرآن تاني أو بدله. قال لهم اخترت التبديل. قالوا له خلاص احنا موافقين على التبديل. قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. اللي ينزل في سبع آلهتكم بأبلغكم به. زين مولانا، هو هنا الكويت التحويل بالاداره يعني مثل تحويل من قسم الى قسم او من ملف الى ملف بشون، والتبديل يقول لك بدلنا فلان، يعني مثل تفنيش. لا، التحويل هو دلوقتي في تكره ولا العراق يقول بدلنا كريم بتيوت، ظلوا يهوسون ايام صديم. هم داخل الاداره ولا سبب؟ الله يرحمه كريم، يعني هو اكرم من التوت. لا يجوز تغيير أسماء الله الحسنى جل في علاه، لكن المتفق عليه في الأسماء كلمة الجلالة وكلمة الرحمة. هي نزلت بحق مين؟ كنا سنة الله تبديلا فيه في الكفار وبنفس الصورة. لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني اللي مكتوب عليهم العذاب هم اللي بيصفهم. بأي صورة؟ فيه واحدة في الأحزاب وواحدة في سورة الفتح. كويس. ولم تجد لسنة الله تبديل، واحدة فاطر والفرمة من التبديل أو تحويل. سبحان الله، على طار التبديل والتحويل كان يون للوالد الله يرحمه أبو يعقوب، سيد سربيع أبو يعقوب النبي، إحنا نتعي بعضهم يقول أنا بنقل، قال يا ابني أنت أول شيء سوي انتداب أنت نقل. إيه يقول يا نعم ماشيين فيه الآن كده، الأول ندب وبعدين تثبيت. إيه كان يقول له يا ابني أنت متى دخلت القصر؟ قال أمس العصر. قال له من غير بديل، مش عايزين واحد بدال. دلوقتي شروط التثبيت لازم يبقى قبليها الندب. صح. شروط التثبيت في المنصب الشرعي. يوم كان يستلم الوزارة الوالد لا الوزارة كان كلها لا مانع السيد.
بس كانوا يونا مرات عم يعقوب انا خاطري مثلا لما طلعت بعض الهيئات بدون ذكر اسماء ولا ابني انت اطلب ندب اول بعدين يصير خير ما تدري الخير وين. وشكرا كان ذكي هو.